يا حوكة إلا ما في ماتش ولا حتة أوروبي يعني عشان ملزقنا كده جنب بعض. إيه الحكاية يا عم؟ حتة أوروبي؟ ده أنت يجيلك جلطة. ده أنت أغرق قناة التت وهم دقيقتين ونص وبتفرفر. هدي أعضاءك كده بدل مسحلك وكله عند الحكومة. ايه الرصة دي يا حوكة؟ الست يونا أبو صلاح هتطلع في التلفزيون عاملين فيلم عن قصة حياتها وإنجازاتها الفنية. طب هدى يا بني، هو سلطان استحلى قعدته ولا ما كانوش ليلتين على البورش؟ لا أصل بيقول لك طلعت الساحل كانت شديدة عليه، خدها عم رايح جاي. خليه يجرب مجايب مراته لما هتغرقه وتغرقني. سلام عليكم يا رجالة. الصلاة على الصلاة يا نجمة مصر. ازيك يا سلموحة؟ عسل، اقعدي على مجيلي. الله، وانت رايح فين؟ 5 وهجيلي. ما تتأخرش. ريح الغالية. ريحتها يا اخويا. قولي الفيلم ابتدى؟ يا ولية اهدي شوية، مش لسه في اعلانات. الف مبروك يا ست يونيا. تشكر تشكر يا رجالة. واد يا حوكة نزل طعم الشربات للرجالة، وبعد ما الفيلم يخلص هرقص لك وبلوش للصاب. اهو الفيلم بدأ اهو. ايوه، ذكريات الزمن السحيق. حلاوة حديثنا لن يكون عن راقصات الزمن الجميل أو فاتنات الزمن الحالي، بل سنلقي الضوء على ما اختبأ بين جنبات حواري وأزقة القاهرة من نساء يائسات. حلمنا بالشهرة وجمع المال لسنوات عجاف من التخبط والانحلال، حتى انتهى بهن الأمر إلى ما يسميه متعاهدي الحفلات والأفراح راقصات الدرجة الثالثة. علمنا أنها كانت تعيش لسنوات على مساعدات جيرانها، والبعض أسرى إلينا بأنها حرك شيخك يا شيخ نظير وجبة غداء اللحم أو حتى روحتي نبيل. جراية وليه فيه؟ من امتى وزعل بيمد معانا؟ واحنا شفنا قليل ولا ايه؟ لا كتير، شفنا كتير يا اخويا، شفته في دنيتي كلها كوم، شفته في القهوة النهاردة كوم بإيده. ليه؟ حصل ايه يعني؟ نصاب وادالك فوق دماغك، وياما دقت على الراس طبول، شفتي ايه تاني يعني؟ شفتي نفسي عريانة يا سيد. شفت نفسي عريانة كده. المخرج قال كلمة الحق، رقصت الصحور وعايشة على حسد ولاد الأصول اللي زيك، بتحرك جدتها للفن تجلب تحدي ودها، متين حلوين سمروها على شبابها اللي راح. ياما تتحوج قوي ترمي نفسها في جدة اي حد يعدي عليها. مش عايز اسمع كلمه زياده. طب على الحرام، انت انضف مره في المصريه كلها، ومفيش كلب من اللي انت عامله حسابه في يستاهل دمعه منك. يا ولية مفيش حد فينا بيدخل الدنيا دي ويطلع منها نضيف، احنا بس اللي بنعيب في الناس التانيين عشان نطلعهم وسخين فنعرف ننام. اه يا سيد، عمري موكوسة، عمري موكوسة يا أخويا. أخويا حرف على أمي من كتر خرفة البدن وأنا لسه مبطنة. لو جابت بنت أيو كيسة جنبها كانت البلد لسه خارجة من التاكسي. أم سمادي يونيا يا أخويا، سمادي يونيا. يعني إيه؟ يعني انت من 67؟ امال ايه وليه خريف 73 ده؟ قلت يا اخويا اتلزق بالنص بدل النكسه، يمكن حريت عادل كده. تريني موكوسه، موكوسه يا اخويا، وماليش ضهر يسندني، ماليش ضهر. مالكيش ضهر؟ ليه؟ ساكنه في كومباوند؟ طب على الحرام اللي هجيب لك حقي، وهتدلعي دلع ما اتدلعتوش مع بوت الجماهير في زمانها. انت
انت فين يا صلاح؟ مش مبسوط ولا انا، شعر صدره كثيف. الفالنة مش ماشيه مع المفرش. بعدين التمثيل ارتفيشال صح؟ طبيعي قوي يا ده. احنا عايزين تمثيل مبالغ فيه، احنا بنعمل فيلم خرافي يا ده. الشمس بتقع من نخلص. لا الشمس بتقع من الاستاذ، ولو الشمس وقعت هتنزل تجيبها يا ابن الموكوسه. اهو جالك مشهد الاختصار. وحياة امك مالك عندي فركش، انا هاريك اكسد يا ابن الرقبه دي. اديله يا يونيا.